وحول هذا الموضوع معنا عبر الساتلايت من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. الدكتور طارق، بعد التحية، كما هو معلوم لعبت دولة قطر دورا مشبوها في تأجيج الصراعات والفتن داخل الدول العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، هل تحدثنا أكثر عن ذلك؟ بالتأكيد طبعا لعبت قطر يعني بصورة أو بأخرى دور مشبوه في محاولة تسكية الصراع في مصر، جزء منه مرتبط طبعا بما جرى في سيناء ومحاولة دعم بعض التنظيمات أنصار بيت المقدس في جزء وبعض تنظيمات القاعدة الفرعية وتنظيم داعش. كل هذه المحاولات بصورة أو بأخرى تهدد الأمن القومي لمصر، أيضا من خلال الشخصيات الإخوانية اللي موجودة على الأراضي القطرية، بعضهم أئمة وبعضهم دعاة وبعضهم شخصيات محسوبة على الجماعة الإرهابية، إعلاميين وكتاب وسياسيين سابقين، بالإضافة إلى بيوت خبرة ومراكز أبحاث عديدة مولتها قطر، ولا تزال حتى هذه اللحظة تحاول أن تضرب الأمن القومي لمصر بصورة أو بأخرى. أيضا مناكفة مصر في مصر عمليات ليبيا وأيضا في الجنوب في السودان لم يقتصر فقط الحركة القطرية تجاه مصر على الداخل، وإنما أيضا في المناطق الحدودية المختلفة. هناك طبعا عشرات من الأسماء ليست فقط اللي موجودة، لكن ربما القائمة ستحدث بشأن الشخصيات التي تضر بالأمن القومي لمصر في هذا التوقيت والتحريض على مصر، لكن ربما يكون شبكات رؤوس الأموال والتنظيمات الإرهابية ومحاولة ضخ أموال كثيرة للتنظيمات الإرهابية في مصر للقيام بعمليات إجرامية هو الأخطر في هذا الأمر. الأكبر يمكن أو المثال الأوضح في سيناء، لكن أيضا في الحالة الليبية دعم بعض التنظيمات لمحاولة المساس بمصر والقيام بعمليات مباشرة، وأيضا في مناطق الجنوب. أعتقد أيضا التحريض الإعلامي مهم جدا، لأنه كما تعلمي تحولت الجزيرة مباشر مصر التي أغلقت فيه من القاهرة إلى الجزيرة المباشرة لبس أكاذيب وطبعا معلومات مضللة وملونة تجاه مصر حول الاستقرار السياسي في مصر وحول العلاقات المصرية الخليجية ومحاولة ضربها بصورة أو بأخرى والتحريض من خلال بعض الموضوعات الملونة. أنا أظن أنه الجانب القطري لن يستكين، وأعتقد أنه سيصعد يعني تحليل خطاب مضمون الجانب القطري تجاه مصر وتجاه الأشقاء في الخليج، ما يشير إلى هذا. قطر تراوغ في نفس الموقع السياسي دون أن ستلتزم بشيء، تحاول أن توسع إطار الحركة المطروح أمامها سواء على المستوى الدولي والاستقواء بالجانب الأمريكي، دخولها على الخط مع روسيا كما تعلمي خلال الساعات الأخيرة ولقاء وزيري الخارجية القطري والروسي، أيضا دخول تركيا وإيران. كل هذا الهدف هو في تقديري محاولة قطر المراوغة السياسية، اتباع تكتيكات متعددة لمحاولة إطالة مدة الأزمة والتعامل معها، لكن لن ينحنوا. أنا أعتقد أن الحديث عن فكرة الوصاية وغيره يعني أمر وارد، هم يراوغوا في نفس المكان. يعني حسنا فعلت دول الخليج ومصر في اتخاذ التدابير على الأرض في جزء مما اتخذ في إجراءات القوائم الإرهابية والأسماء والكيانات، ده بداية. نتمنى طبعا هتبقى في تحديث لخطوات قادمة، وربما طبعا ذهب الموضوع إلى مجلس الأمن، يعني ربما يكون هناك تحرك أيضا دولي ستقوده مصر باعتبارها عضو غير دائم في مجلس الأمن بالتنسيق مع شقيقتها البحرين والإمارات والسعودية في هذا التوقيت. إذا لم يكن هناك رادع حتى الآن للجانب القطري، نعم، أعتقد سينقل الأمر بطبيعة الحال إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا. نعم دكتور، اقترح مجلس النواب الليبي قائمة إضافية للإرهاب مرتبطة بقطر تضم أسماء 75 شخصا وتسع كيانات بهدف ضمها إلى قائمة البيان الخليجي. حسب توقعاتك، هل ستكون هناك قوائم أخرى عربية أو دولية تنضم للقائمة الأولى؟ هي القائمة الأولى هي القائمة الرئيسية أو المركزية اللي ضمت الأسماء الكبيرة أو الأسماء المركزية اللي هناك أدلة وقرائن حضرتك لاتهامها في قضايا سابقة وملفاتها جاهزة وأسماءها معلومة. ولابد أن نشير حضرتك هنا إلى أنه حتى وزارة الخزانة الأمريكية لها قائمة تضم أسماء أخرى بالمناسبة، في بعضهم من الأسرة الحاكمة مسؤولين سابقين وحاضرين. تقارير وزارة الخارجية الأمريكية أيضا بعض الأسماء في قائمة تضم أكثر من 28 شخص أيضا من المسؤولين القطريين السابقين والحاضرين. وزارة الخزانة طبعا لها قائمة أخرى
بطبيعة الحال تضم بعض الأسماء التي وردت في القائمة الأولى، وهذه شخصيات سبت بالفعل تورطها ومطلوبة أمام القضاء الدولي، وهناك تحريك لها على هذا المستوى. لكن خلينا أقول القائمة الأولية التي صدرت من الدول الخليج ومصر مهمة قوي، لأن دي القائمة التي تضم الرؤوس الرئيسية، لكن بطبيعة الحال في قوائم أخرى ربما تكون يعني في المرحلة اللاحقة. أعتقد أنه الجانب الليبي حينما صدر في بعض الأسماء، بعض الأسماء ستضم، لكن في النهاية أنا أعتقد أن القائمة ستتسع لتشمل شخصيات أخرى، بعض الشركات والمؤسسات وبعض اللوبيهات الخليجية اللي هي بتعمل تحت مظلة قطرية في أمريكا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وبعضها أيضا في عواصم أوروبية. كل ده سيوضع في المرحلة اللاحقة. أنا أعتقد التدابير التي اتخذتها الدول الخليج السعودية والبحرين والإمارات ومصر خطوة أولية، هذه تدابير ستطول طبعا بعض الإجراءات الأخرى، ستشمل تدابير دبلوماسية وأيضا يعني تدابير سياسية، وأعتقد الرسالة ستوجه لكل القوى التي تساند قطر أو التي تستقوي بها قطر، نموذج التركي حدثي ولا حرج، الجانب الإيراني، لأنه واضح أن هناك حركة مضادة في هذا الإطار ومحاولة قطرية للمراوغة كما تعلمي، جزء منها مرتبط بالسياسة القطرية ومحاولة يعني توسيع دائرة الحركة. طبعا القطريين يعزفون أيضا على التجاذب والتباين الموجود في الإدارة الأمريكية. الرئيس الأمريكي حسن أنه حسم الموضوع سواء على تغريداته أو مواقفه أو في المؤتمر الصحفي الذي أعلنه اليوم بشأن التعامل مع قطر على أنها دولة على حد تعبيره هذا هو بعمل إرهابي كبير السؤال. وأعتقد أنه في خطوات لاحقة في هذا الإطار. نعم، هذا هو السؤال الذي كنت سأسأله إليك، ما هي قراءتك، ما قراءتك لما جاء في مضمون خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قطر؟ أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي حسم الأمر بصورة نهائيا قولا واحدا، الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض يساند الموقف الخليجي ويساند موقف الأشقاء السعودية والإمارات والبحرين ومصر، هذا واضح تماما. لكن هناك تجاذب وتباين يجب أن نحذر منه في هذا التوقيت، يقود تيار داخل وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع وبعض المجمعات الصناعية العسكرية الأمريكية التي ترى إعطاء فرصة لقطر وضرورة الحفاظ على الشراكة القطرية الأمريكية لاعتبارات متعلقة بالتعاون العسكري، بالقاعدة العسكرية الكبيرة اللي موجودة، بصفقة السلاح التي ستقوم بشرائها قطر من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني في مجالات كثيرة. لكن اليوم الموقف الرئيس الأمريكي واضح، المؤسسات الأخرى التي تحاول أن تعرض وجهة نظرها الأخرى ليست لديها الصورة الكاملة، لكن في النهاية الرئيس الأمريكي لاعتبارات متعلقة بالنظام الفيدرالي الأمريكي هو الذي له اليد الطولة في إقرار المصالح الأمريكية. صحيح أن هناك مواقف أخرى مضادة في وزارة الدفاع، في وزارة الخارجية، في المجمع الصناعي العسكري، لكنها تبقى في إطارها. الرئيس الأمريكي وأمريكا والبيت الأبيض يدعموا الحركة المصرية الخليجية في هذا الإطار. نعم دكتور، إذن الكرة الآن في ملعب قطر بوصفها الداعمة والممولة للإرهاب، ما المطلوب من قطر في هذه المرحلة لكي تتجنب من المزيد من العقوبات؟ بطبيعة الحال نحن نتمنى السلامة للشعب القطري، فالشعب القطري شعب شقيق بالتأكيد، لكن لابد للنظام القطري أن يراجع سياساته، وهذه السياسات لابد أن تشتمل على جزئين، جزء مرتبط بالشورت ران أو المدى القصير، وهي إجراءات سهلة سواء تتركز في إعلانات متتالية صريحة مباشرة وخطاب ضمانات والتزام قطري مباشر تجاه الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي أولا، ثم تجاه الدول الأخرى في الإقليم بما فيها مصر ثانيا، ثم إجراءات على اللونج ران اللي هي المدى الطويل المرتبطة بضرورة أن تستوفي قطر كافة الالتزامات بوقف الأعمال الإرهابية ووقف شبكات رؤوس الأموال والتنظيمات في مختلف قضايا الإقليم بأكمله وخارجه. يعني مطلوب من قطر إجراءات فورية وإجراءات على المدى الطويل لمحاولة تجنب هذه الإجراءات العقابية. أما محاولة المراوغة
والتأكيد على أنه لا توجد مشكلة وأنه قطر لا تتدخل. هذا كلام عبثي. أعتقد أن الموقف الحاسم والجازم من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر يعني لن يشفع للجانب القطري في هذا. هناك دلائل وقرائن على اتهام قطر بممارسة الأعمال الإرهابية، وعليها أن تراجع نفسها في هذا الإطار. تسأليني ما هو البديل إذا استمرت قطر بهذه الصورة؟ نحن أمام أحد سيناريوهين لا ثالث. السيناريو الأول وهو الذهاب إلى مجلس الأمن ومن خلال لجنة مكافحة الإرهاب لتحريك الأمر ضد قطر ومحاولة فرض عقوبات خارجية ودولية تنضم إلى سلسلة الإجراءات العقابية التي اتخذها الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي كخطوة أولى. والسيناريو الثاني هو التحرك من خلال الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي بتعليق عضوية قطر وتجميد عضوياتها ومحاولة فرض حظر كامل على الحركة القطرية على المستوى الدولي، لن يتوقف فقط على الإجراءات العقابية أو قوائم الإرهابية أو الكيانات المعادية أو غيره. هذه خطوة أولى، بمعنى أصح أن الأزمة يمكن أن ترحل إلى مرحلة ثانية وثالثة على المستوى الخليجي، مجلس التعاون الخليجي، ثم على مستوى جامعة الدول العربية، وأيضا على المستوى الدولي من خلال مجلس الأمن. أنا أعتقد هنا لن تكون هناك مراوغة من قبل الجانب القطري، لأن الجانب القطري حتى هذه اللحظة يعزف على عنصر الوقت. الحركة الدبلوماسية القطرية خلال الساعات الأخيرة تشير إلى أمرين: أولا توسيع نطاق الحركة تجاه إيران وتركيا من جانب، ومحاولة إدخال روسيا على الخط بصورة مباشرة بجانب الموقف الأمريكي، خشية أن يكون الجانب الأمريكي هو الجانب المؤيد للموقف السعودي الإماراتي البحريني المصري. فبالتالي جاءت الحركة القطرية تجاه روسيا بهدف التأكيد على وجود حركة تجاه روسيا في هذا الإطار. لكن الروس نعم. أعلنوا اليوم قبل أن أتي إلى الاستوديو أنهم لن يمارسوا دور وساطة ولن يمارسوا هذا الدور في هذا التوقيت، ولكن ربما سينضموا إلى الأطراف الساعية لإيجاد حل لهذه المشكلة. أعتقد أنه لا سيناريو ثالث أمام القطريين إما الالتزام بحسن الجوار، وده حيكون من خلال نعم. ليس من مجرد تصريحات، لابد أن تلتزم قطر برسائل مباشرة ورسائل إلى دول مجلس التعاون الخليجي أولا، دول الجوار، ثم إلى الأطراف الأخرى في الإقليم وعلى رأسها مصر وباقي الدول العربية التي تدخلت بطبيعة الحال قطر طوال السنوات الماضية لمحاولة إسقاط هذه الأنظمة وتقليبها بصورة أو بأخرى. نعم، من القاهرة الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.